السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنقدم درس أو شرح بسيط لكن مهم جدا لمستخدم الكمبيوتر والشبكات تحديدا، وهو كيفية جعل الراوتر يخرج لكل جهاز عندي على الشبكة استاتيك اي بي. الطريقة دي أنا بحثت طبعا عنها في النت لراوترات التي داتا اللي هي الزد اكس اتش ان، ما لقيتهاش الصراحة. اول ما اكتشفتها قلت افيد بيها حضراتكم، يعني للتقريب اكتر. الطريقة دي هتفيد في ايه؟ واحد زي حالاتي مثلا، انا عندي النت في البيت، موصل على الراوتر عندي كاميرا مراقبة، موصل ريسيفر، موصل موبايلات، موصل اكس بوكس، الكلام ده كله. فبحتاج اعدل من وقت للتاني في اي جهاز من الاجهزه دي عن طريق الكمبيوتر مثلا. فبكل مره بكتب الاي بي بتاع الجهاز. فطبعا انا لو طفيت الراوتر او طفيت الجهاز وجيت شغلته تاني بياخد اي بي مختلف، فبضطر ابحث ايه هو الاي بي بتاع الجهاز الجديد وادور عليه. طبعا انا عايز يبقى الطريقه دي هتسهل عليا ان انا اعرف لكل محدد وابقى عارف لكل جهاز ايه هو الاي بي بتاعه. وبرضه للتقريب مثلا انا هنا مثلا بركب مثلا سيرفرات على طول للريسيفر بتاعي، يعني مثلا سيرفرات للقنوات المشفره وكده. فمثلا كل مره باجي اخش مثلا اعرف حاله السيرفر ولا لا، بكتب مثلا بحدد، انا محدد هنا الريسيفر بتاعي مثلا الاي بي بتاعه 192.168.1.3، بخش مثلا اشوف حاله السيرفر شغاله ولا لا. فمن هنا طبعا لازم انا اكون مثبت الرقم 3 ده اللي هو اخر الاي بي عشان اقدر كل مره اخش. فالطريقه دي طبعا انا مثبته عن طريق الراوتر، فحتى لو طفيت الراوتر وشغلته تاني برضو الريسيفر هياخد الرقم 3 ده، مع الاحتفاظ ان انا بخلي الراوتر كمان بفعل الخاصيه بتاعت الاي بيهات التلقائيه، لكن انا هنا محدد تحديدا ان الريسيفر ياخد الرقم 3، وده طبعا ايه فايدني جدا ومسهل لي الوقت. طب عشان نخش في الشرح على طول برضو وما نطولش على حضراتكم، في البدايه طبعا عشان نفعل الاستاتيك اي بي لكل جهاز بنخش على اعدادات الراوتر بتاعتنا، بان احنا بنكتب في متصفح جوجل كروم في الادرس 192.168.1.1، وبنخش بتتفتح لنا الصفحه اللي قدامنا دي كده. فاول خانه بنكتب كلمة ادمن، تاني خانة بنكتب الباسورد بتاعنا، وبنخش على اعدادات الراوتر اللي قدامنا بالشكل ده. سيبنا الكلام المكتوب ده كله، بنخش من الشمال على حاجة اسمها نتورك، بيتفتح لنا صفحة جديدة. من نتورك بنخش على حاجة اسمها ال اي ان، ومن ال اي ان هنا بقى بقدر اشوف كل الاجهزة اللي مربوطة عندي بالراوتر. كل جهاز واخد اي بي قدامي هو ده مربوط. انا طبعا محدد فيهم اللي هو رقم 3 ده مثلا اللي هو الريسيفر ده ثابت، عشان برضو ازاي برضو يعني نختصر الوقت برضو ونحدد ازاي انا هحدد لجهاز معين اي بي معين. فمثلا انا هختار الجهاز اللي هو الكاميرا المراقبة دي، انا عايز مثلا يبقى الاي بي بتاعه 192.168.1.4 مكان 5. يعني كل مره حتى لو الراوتر ده او الجهاز انطفى او الكاميرا انطفت واتفتحت ياخد كل مره الرقم 192.168.1.5. في هنا عندي على الشمال، اعذروني انا خافي الماك ادريس عشان السكيورتي شويه، حاجه اسمها الماك ادريس. الماك ادريس ده اللي هو عنوان الجهاز بتاعه او عنوان الكاميرا بمعنى صح. كل اللي انا بعمله ان انا بدوس كليك لحد ما اعلم على كل الماك ادريس بتاعي بالشكل ده، وبنسخه مثلا في نوت باد، وبعد ما انسخه في نوت باد بروح من على الشمال في الراوتر في حاجه اسمها دي اتش سي بي بيندنج، بخش في البيندنج هنا وبحدد له. انا مثلا في اول حاجه في البيندنج اعطيني خانه اسمها اي بي ادريس، انا هقول له ان الرقم اللي انا محتاجه هو 192.168.1.4.
يعني اذا عايز اثبت الرقم ده الاول، الاي بي ده اخليه ستاتيك اللي هو رقم 4. طبعا انا نسخت الماك ادرس بتاع الكاميرا بتاعتي، فباجي هنا طبعا ممكن اصغر هنا المتصفح، وبشوف هنا بقى ببتدي بقى احط الارقام اللي هي ايه اللي على الشمال عندي، واحطها كده كلها، وبدوس تاب عشان اتنقل للخانة اللي بعديها، وبدوس تاب برضو، وافضل احط الارقام واحدة واحدة بالشكل ده كده، لحد ما ايه ما بخلص الماك ادرس بتاعي، وبعد كده بدوس اد. وبكده انا خصصت الرقم او الاي بي 192.168.1.4 للكاميرا بتاعتي، بحيث يبقى ده ثابت مهما انطفيت الكاميرا وشغلتها هتاخد الاي بي 4، حتى لو طفيت الراوتر وشغلته اوتوماتيك بعد كده هيدي الجهاز بتاع الكاميرا بتاعي رقم 4. اتمنى اكون افدتكم، وشكرا ليكم.